تحية لكم مشاهدينا وحلقة جديدة من قضايا تشريعية ومناقشة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. هذا المشروع الذي كشف وزير العدل عمر مروان عن وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بشأن ما يتعلق بتوثيق الطلاق، وأنه تم الانتهاء من ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية وسيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية للمشروع خلال شهر، وبعدها يتم طرح الأمر للحوار المجتمعي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في هذا الإطار بأن يتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات الخاصة بالأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له ودعمه من جانب الدولة حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء. وجه الرئيس أيضا بأن تكون صياغة القانون مبسطة ومفهومة لدى جميع فئات الشعب، بحيث يمكن فهمه واستيعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. معنا في هذه الحلقة للتعقيب حول هذا الموضوع الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون والمحكم وزارة العدل. بنرحب بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وبالسادة المشاهدين، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بخير. نتابع أولا مشاهدينا تفاصيل أكثر في هذا التقرير، وبعد نبدأ حوارنا، ابقوا معنا. وجه الرئيس السيسي بأن يتضمن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء. كما وجه الرئيس بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية. من جانبه كشف وزير العدل عمر مروان عن وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق، وقال: نحن مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وأضاف الوزير تعقيبا على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه تم الانتهاء من ملامح مشروع القانون وسيتم الانتهاء من الأحكام التفصيلية له خلال شهر، وبعدها يتم طرح الأمر للحوار المجتمعي. احنا في إجراءات الكشف الطبي اللي معمولة، مش كده معالي الوزير، في القانون؟ لا، ده سلامة عقد. ده يا فندم سلامة عقد، عارفين يعني ايه سلامة العقد؟ انت بتقول سلامة قدام سلامة، سلامة شاب قدام سلامة شابة، صح كده؟ والعقد مبني على ليه؟ على الشفافية والمصداقية، صح كده؟ وبالتالي كل ما العلم يتقدم ويديني فرصة اقدر احقق في سلامه العقد دي، اعمل ايه؟ لو ما عملتش يبقى انا كدوله عملت ايه؟ قصرت. ولفت مروان الى ان هناك صندوقا لدعم الاسره المصريه، وهو يتكفل بدعم الاسره في اوقاتها الحرجه، وستسهم الحكومه في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجون. وتابع ان اللجنه القائمه حاليا على اعداد قانون الاسره استعانت بمجموعه استشاريه بها عالم نفس شهير وعالمه اجتماع وعالم مالي وعدد من علماء الشريعه الاسلاميه وعلى راسهم فضيله المفتي، مشيرا إلى أن كل إجراء وضع في القانون كان هناك الرد العلمي في هذا، سواء في الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، ولا يتأثر أحد بهذا، ونحن نضع أحكاما موضوعية لتنظيم مسائل الأسرة. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ونبدأ حوارنا مع ضيفنا الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون والمحكم بوزارة العدل. يعني في البداية دكتور صلاح، الحاجة إلى وجود قانون جديد للأحوال الشخصية، احنا عندنا حقيقة حوالي 6 قوانين موجودة، لكن رغم كل ده لكن في ثغرات، في
مسألة تنظيم الأسرة، في مسألة حقوق الزوجة، حقوق الأبناء، ما يتعلق بازدياد نسبة الطلاق، الزواج العرفي وغير ذلك. هل القانون الجديد ينظم كل هذه الأمور؟ في البداية طبعا بنقول أن القانون هو مرآة المجتمع، ويمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن من أكثر من سنة أو من سنتين كان بيتكلم في المسألة دي بشكل كبير جدا، وخاصة استرعى انتباهه مسألة الطلاق الشفوي. الحاجة الأخرى أن الواقع أثبت زي ما حضرتك تفضلت نسب عدد الطلاق سواء بالإرادة المنفردة من خلال الأزواج أو من خلال دعاوى التطليق لأسبابها المتعددة أمام المحاكم. يوميا تنظر محاكم الأسرة على مستوى الجمهورية آلاف من دعاوى التطليق للضرر والنفقات، وبخلاف الدعاوى الأخرى المترتبة على الطلاق أو التطليق سواء مؤخر الصداق أو العدة أو الرؤية أو المتعة وغيرها. وبالتالي كان من اللازم أن يكون هناك مشروع قانون يعالج كل هذه المسائل، خاصة أيضا أحكام النفقات والأجور لمن ليس له دخل ثابت، ليس موظفا عاما لديه دخل تستطيع المحكمة أن تتحرى عن مفردات راتبه لكي تحكم، وإذا ما حكمت تستطيع الزوجة أو المطلقة أو الأبناء الحصول على هذه المبالغ المحكوم بها. أثبت الواقع العملي طبعا أن كثير من الأزواج أو المطلقين الذين عليهم أحكام نفقات وأجور لا تستطيع المطلقة أو الأبناء الحصول عليها إلا من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي لا يقوم بصرف سوى مبلغ 500 جنيه أيا ما كانت تلك المبالغ. نعم. كبيرة، بخلاف أن المطلقات والزوجات يقومن برفع دعاوى كثيرة أمام محاكم الأسرة سواء متجمد النفقة من الزوجة أو متجمد نفقة للأبناء أو دعاوى أجور الحضانة وغيره. وبالتالي أصبحت هذه القوانين الموجودة أو كثير من نصوصها لا تستطيع أن تلبي احتياجات المجتمع، وبالتالي أرى أن هذا المشروع بقانون ينحاز إلى الأسرة في مجملها وخاصة إلى الأبناء ثم إلى الزوج والزوجة على السواء من خلال تحليل ورؤية وقراءة سريعة لهذا المشروع أو ملامح هذا المشروع لحين وضع النصوص التفصيلية له وعرضه على الحوار المجتمعي ثم مجلس النواب ثم بعد ذلك صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. من المهم طبعا طرح مثل هذا القانون على الحوار المجتمعي. نعم. لأخذ الملاحظات، لصياغة مناسبة لهذا القانون بحيث تناسب جميع احتياجات ورغبات. نعم. أطياف المجتمع المختلفة. شكل هذا الحوار ومدته وكيفية إجراءه والفئات اللي هيتم إجراء الحوار معها شايفه ويكون عامل إزاي؟ أولا من خلال منابر إعلامية مثل منبر أو منابر قناة التلفزيون المصري، أيضا من خلال القنوات الخاصة الأخرى، أيضا من خلال منظمات المجتمع المدني، مجالس متخصصة مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس المرأة للطفولة والرعاية، كل هذه المنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية على السواء تستضيف كثير من المتخصصين ومن غير المتخصصين في مثل هذه الحالات لكي يدلوا بدلوهم في مسائل الخلافية والمسائل المتفق عليها. وبالتالي إذا ما انتهى هذا الحوار المجتمعي إلى مسائل كثيرة متفق عليها سوف يكتب لهذا المشروع بقانون النور ويعرض على مجلس النواب. نعم. ما يتعلق بالعقبات اللي بتواجه هذا القانون من حيث التطبيق، يعني ما أكثر القوانين الموجودة على الورق لكن في التطبيق في الواقع الفعلي بتواجه صعوبات كثيرة؟ يعني يمكن لما نقرأ ملامح هذا المشروع بقانون هنقول إن هو مثلا ألغى الزواج العرفي، وبالتالي إذا ما تحدثنا عن بعض نصوص هذا المشروع أو ملامحه بالنسبة للزواج وبالنسبة لتوثيق الطلاق أو عرض مسألة الطلاق الزوجة أو الزوج إذا ما أراد أن يتزوج بأخرى عليه أن يعرض هذه المسألة على المحكمة فيرسل القاضي إلى زوجته لسؤالها عن قبولها أو رفضها لهذا الزواج. نعم. قد يعزف بعض الأزواج في هذه المسألة ويقوم بالزواج العرفي، هذه برضو مسألة برضو يجب أن يتنبه لها وضع هذا المشروع بقانون. فإذا ما وافقت الزوجة تحصل على كافة حقوقها ويكتب هذا ويوثق هذا حتى لا يتهرب الزوج، وإن كان لمصلحة الزوجة والأولاد، ولكن إحنا مش بنتكلم على كلنا الأستاذ أحمد كلنا ألف كلنا ناس أسوياء، في كثيرين جدا طبعا غير أسوياء، وده برضو اللي بيخلي القانون كثيرا ما لا يلقى تطبيقا
على أرض الواقع، وكثير من الأحكام لا تنفذ على أرض الواقع. ودي يمكن ما قلت دايما أقول لا عبرة بالقوانين ما لم تنفذ، ولا عبرة ما لم تفعل، ولا عبرة بالأحكام ما لم تنفذ. وبالتالي قد يعزف البعض الذي يريد أن يتزوج بأخرى للزواج العرفي. فعلا هذا المشروع تصدى لهذه المسألة وقال إن بالنسبة للزواج العرفي قبل إنفاذ هذا القانون وعرضه على مجلس النواب والموافقة عليه سوف تعطى فرصة لتقنين هذا الزواج العرفي، وبعد ذلك لا يعترف به على الإطلاق. ولكن في مسألة أخرى، طب إذا ما رغب أحد الأزواج في الزواج العرفي ثم أنجب، ما الموقف في هذه الحالة؟ هنتكلم في دعوة هتقام أمام القضاء، يجب أن يتنبه لها أيضا هذا المشروع بقانون لإثبات هذا النسب. فإذا ما ثبت هذا النسب ثبت هذا الزواج وإن كان في الأصل زواجا عرفيا. برضو من الملامح اللي أنا ما قريتهاش في هذا المشروع بقانون، يجب التنبيه لها. مسألة أخرى لكن هامة جدا على الإطلاق نحن بحاجة ماسة إليها، ألا وهو مسألة الجهاز الخاص برعاية الأسرة الناحية المالية. برضو احنا اتكلمنا قلنا ان بنك نصر الاجتماعي لعدا الأزواج أو المطلقين الذين ليست لهم دخل ثابت من وظائف حكومية أو غيرها لا نستطيع تنفيذ هذه الأحكام الخاصة بالنفقات المتجددة الدورية أو زيادتها أو غيرها إلا من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي لا يصرف أكثر من 500 جنيه. طيب ما الحل؟ تشرد كثير للأطفال، الزوجات المطلقات. وبالتالي احنا قلنا هذا المشروع بقانون يهدف في المقام الأول إلى حماية الأسرة في بالمعنى الواسع الأفراد أو الأبناء ثم الأزواج، الزوج أو الزوج. فبالتالي إنشاء هذا المشروع القانون الخاص بمسألة الناحية المالية أن الزوج المقدم على الزواج يدفع مبلغ يحدد له بعد أن يصدر هذا القانون اللائحة التنفيذية له، تدفع الدولة أو ممثلة في الحكومة المصرية مبلغ مساوي له، وبالتالي سوف يكون هناك وثيقة ضمان للأسرة المصرية إذا ما حدث خلافات وهذه واردة بشكل كبير بين الزوجين أن تستطيع الزوجة التي حصلت على أحكام نفقات وأجور أن تنفذ كل المبالغ من خلال هذا الصندوق الخاص برعاية الأسرة. طبعا هذا يعني من روائع هذا المشروع بقانون بأمانة شديدة. دي نقطة أخرى طبعا يعني كنت أريد السؤال عنها تفصيلا، وهو هذا الصندوق يعني هي نقطة غير مسبوقة طبعاً. أنه يقترن مشروع قانون الأحوال الشخصية بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة. أهمية هذا الصندوق ويعني شكله هيكون عامل ازاي، المساهمة فيه دعمه من جانب الدولة، عائده على الأسرة ومواجهة نفقاتها في ظل تحديات ظروف أزمات تأمين مستقبل الأولاد بالضبط. يعني يمكن تفصيليا هيكون في نصوص القانون بعد أن يكتب بشكل تفصيلي وأن يعرض بعد عرضه على الحوار المجتمعي ثم مجلس النواب ثم اللائحة التنفيذية اللي هتحدد شكله وكيفيته وأعضائه وهكذا. ولكن ملامح هذا المشروع بتقول إن المقدم على الزواج سوف يحدد له مبلغ، سواء كان هيتاخد نسبة معينة من مؤخر الصداق اللي هيكتب أو حسب الحالة الاجتماعية للزوجين أو أيهما، ثم تساهم الدولة بنفس المبلغ بنفس القيمة ثم يوضع في هذا الصندوق، وهذا الصندوق تساهم الدولة بشكل كبير ترعاه الحكومة المصرية، وبالتالي ينمى، وعندما تحدث المشكلات ما بين الزوج والزوجة ويكون هناك أبناء وبالتالي في أحكام نفقات وأجور سوف يقوم هذا الصندوق بتنفيذ هذه الأحكام كاملة. وبالتالي أنا قلت زي ما قلت لك في البداية أفضل بكتير من القانون الحالي الذي يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ ما يحكم به بحد أقصى 500 جنيه. تمام. طيب وثيقة التأمين أيضا يعني هي غير مسبوقة في أنها تقترن أيضا بقوانين الأحوال الشخصية، أهمية وجود مثل هذه الوثيقة للحفاظ على مستقبل الأسرة ومستقبل الأبناء. هي مش الوثيقة بالمعنى المفهوم، يعني مش وثيقة تأمين ده إحدى شركات التأمين بندفع لها أقساط شهرية ثم تنمى ففي حالة. طيب شكلها إيه يا دكتور؟ هي مبالغ مالية بتسدد لمرة واحدة، يعني الصورة الملامح هذا المشروع بقانون مبلغ بيسدد لدى هذا الصندوق تساهم الدولة بنسبة له. أيضا إذا كانت هذه المبالغ قليلة تتدخل الدولة كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسدد مبالغ أكثر منه في هذا الصندوق، ينمى هذا الصندوق وعائده أو عوائده تعد هذه كوثيقة تأمين للمبالغ وللأحكام التي تحكم بها على الأزواج حال الطلاق أو عدم الطلاق للأبناء وأيضا مصروفات الدراسية وغيرها. طبعا احنا بنقول في أزواج لهم يعني تستطيع جهة التحري أن تتحرى عن دخولهم حقيقية ويستطيع القاضي أن يحكم، وبالتالي
في هذه الحالة يسدد هذه المبالغ، وليس كل الدعاوى المقامة أو التي سوف تقام فيما بعد هذا القانون طبقا لقاعات الأثر الفوري للقانون. هذا القانون لا يطبق بأثر رجعي، ولكن يطبق للمستقبل للزواج والطلاق الجديد، أما وحالات الدعاوى الجديدة الخاصة بالطلاق والزواج بالنسبة للوقت الحالي. وبالتالي بقول إن هذا الصندوق سوف ينمى تنمية من قبل الدولة طبعا بشكل أكبر وكثير، كثرة الزواج اليومية وبشكل عام سوف يسدد فيه مبالغ كبيرة، وبالتالي سوف تصل هذه المبالغ لأرقام كبيرة سوف تم تنميتها واستثمارها من أجل الصالح، ثم تقوم بتنفيذ هذه الأحكام، ولكن ليست وثيقة كما هو معروف في شركات التأمين. طيب احنا معنا على التليفون دكتور رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي وأستاذ الاجتماع. بنرحب بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المتابعين، كل سنة وأنتم طيبين وحضرتك بخير يا رب. اللهم آمين. من خلال متابعتك لملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد مقارنة بالقوانين السابقة، كيف يمكن أن يقنن هذا القانون المشاكل الموجودة في الحالات الأسرية أو العلاقات الأسرية أو مشاكل الأحوال الشخصية بشكل عام؟ عندنا الحقيقة مشاكل الرؤية، الاستضافة، الحضانة، حقوق الأزواج، حقوق الزوجات، نسب الطلاق وغيرها من المشاكل الاجتماعية، كلها بتخرج من بوتقة مشاكل الزواج الأسري نفسه. هذا القانون كيف يحد من هذه المشاكل؟ هي الفكره بس ان احنا عندنا فكره الزواج واقامه الاسره هي جزء منها قانوني وجزء اخر انساني بحت. فحتى في حين فن القوانين بيصعب تطبيقها، يعني احنا عندنا قانون لحظر زواج القاصرات، في حاله زواج القاصرات بتكون في عقوبه على الاب والبنت والزوج فبالتالي بيكون في عقوبه ممكن تهدم الاسر بعد كده. فالفكره في ان لو احنا هنتكلم عن الرؤيه والحضانه ومشاكل الاسره بالاول، احنا بنتكلم ان احنا نعد الشباب للزواج، نعد الناس كيف يتعلمون اقامه اسر، كيف يتعلمون الاحترام للغير، كيف يتعلمون الصبر، كيف كل هذه الامور اهم من القانون، مهم جدا، ولكن نص القانون التاهيل للقانون حتى في حاله وضع القانون فانه بيكون عادل بشكل كافي وبشكل عادل بين الطرفين. فالمفترض يكون في عندي تهيئه للمقبلين على الزواج والبحث عن كيفيه اقامه الاسره وان تكون اسره سعيده وان تكون اسره مستقره وان تكون اسره متكامله، قبل البحث عن كيفيه حل مشكلات الرؤيه. ان كانت مشكلات الرؤيه والحضانه والنفقه المتاخره وغياب دور الاب والاستسهال اللي بيتم حاليا، حالات الانفصال والقاء الاولاد في الشارع ورمي الحمول على الامهات او على الجدات، واحيانا بيتخلى الام والاب كلاهما عن مسؤوليتهم تجاه الاولاد، ده حاليا مشاكل موجوده. احنا حابين نفصل بين حل المشاكل الموجوده وبين منع المشاكل انها تحدث في المستقبل. يعني الاهم من صياغه القوانين، لازم القوانين هنا تصاغ بشكل انساني، يجب ان يتشارك فيها متخصصين في علم النفس ومتخصصين في القانون حتى تسير الامور، فلا تكون قانونا بحت ولا انسانيه بحت. فبالتالي هنا الامور يجب ان توزن صح للحفاظ على الاسره، لان الاسره هي الكيان الاساسي لاي وطن لاستقرار الاطفال. تمام. طيب وفقا للإحصاءات، المجتمع المصري بيعاني من معدلات طلاق مرتفعة في الأعوام الأخيرة، والإحصاءات بتوضح أن أعلى نسبة طلاق بتكون في العامين الأول والثاني من الزواج وبتنخفض بعد ذلك. كيف يمكن لهذا القانون الحد من حالات الطلاق برأيك؟ هو القانون لن يحد من حالات الطلاق، ولكن الفكرة هنا أهيئ الشباب ألا ينساقوا وراء استسهال فكرة الطلاق والانفصال. يعني فكرة القانون يحد أيضا من كان يحد من الطلاق، لكنها أعتقد أنه هو محتاج أن أنا أضيف للقانون مثلا وليكن كورسات إجبارية وليست إرشادية، إجبارية الحضور وليست مجرد أوراق تملأ مثل الكشف الطبي اللي من فترة كان الشباب بيملؤ مجرد استمارة بتملأ والمأذون يقوم بنسخها وخلاص. هنا أنا محتاج أعمل تطوير لفكر الأسرة عن طريق الإعلام، عن طريق الأعمال الفنية، عن طريق السن المراهقة، من سن المراهقة يقدر يتفهم الاستقرار الأسري.
نسب الطلاق عاليه في السن في اول سنه وثاني سنه، مش في مصر فقط، في العالم كله، لان احنا حاليا عندنا متغيرات كتير بتدخل في حياتنا، متغيرات السوشيال ميديا، متغيرات البرامج اللي هي الناس اللي بتظهر بيوتها وحياتها، فبالتالي الانسان دايما يشعر انه اقل من غيره. متغيرات الناس، بعض الناس الفلاسفه اللي هم منتشرين على مواقع السوشيال ميديا، اللي فدايما الانسان يشعر انك انا اقل من هذا، وبالتالي يبدا ينظر للاخر، يبدا ينظر ان حياته صعبه وينقم عليها. طبعا الاستسهال احنا بنجد سن صغير جدا، الارتباط 23 سنه و22 سنه بيكون الزوج والزوجه 22 21، نعم، بيكون العقل لم يكتمل، بيكون طبعا الاهل بتكون مساعده في العمليه الماديه، او بعض الحالات اللي بنسمع عنها الام الغارمه اللي بتستدان حتى تزوج ابنتها اللي عندها 18 سنه او ابنها اللي عنده 19 سنه. كل دي امور لازم القانون يعني يبقى برضه ينظر ليها، ان لازم يوجد لها حلول، وحلول قاطعه. صغر سن الزواج، يعني صغر سن الزوجين، مساعده الاهل الماليه الزياده ليهم بيستسهلوا الطلاق والانفصال. في بعض الاحيان طبعا بينطق طفل، خاصه في اول سنه او ثاني وبعد كده الطفل ده بيكون ضحيه. بيكون صعب يتعامل مع المجتمع، حتى وان حاول الاهل واحد الطرفين، هنا واحد طرف بيشوف حياته والطرف الثاني بيتحمل. هنا احنا لو الدايره دي كلها المفترض يخرج منها ازاي؟ ان انا اعلم الناس يعني ايه اسره. تمام. طبعا القانون والحفاظ على على الحقوق الماديه للبعض، على انجاز، على ان يكون في انجاز للحقوق، مثلا النفقات وكل ده. لو انا في البدايه علمت الناس ازاي تحترم بعضها، مش هيبقى عندي مشكله في الرؤيه خالص. صحيح. حتى لو حصل انفصال هيتفهموا ان دي حاله، ان ما حصلش توافق. طبعا ده بعد استنفاذ كل حالات الصلح، واستنفاذ حالات التغيير، واستنفاذ حالات تعديل السلوك، كل ده. فمش هيبقى في عنده مشكله في الرؤيه، لان هو ام وهي اب كانوا زوجه وزوج، وحصل ان دور اجتماعي انسحب من حياتهم اللي هو الزوج والزوجه، تبقى دور الام والاب. لو انا اعليت من شان دور الام والاب وعلمت الناس يعني ايه ام واب، دور الديني مهم جدا. حضرتك صحيح. احنا عندنا مساجد كثيره جدا، كل يوم تفتح مساجد وكل يوم عندنا، ولكن تعالى على ارض الواقع الناس ابعد ما تكون في المعاملات الانسانيه عن الدين، كلها فيها نوع من انواع الافتراء والكذب والصراع المادي ومين والدين المعامله، ويعني المعاملة وليس المظاهر فقط. تمام. اصل حضرتك الصلاه والصوم دي فرائض مفروضه على المسلم يحاسب عليها بشكل فردي، اما فكره التعامل مع الاخر وايذاء الاخر واكل حقوق الاخر وتعطيل حقوق الاخر والمساعده في انهيار الاخر، كل دي امور الناس بتصلي وبتنزل الاخرين. لا، انا محتاج تطوير للفكر الديني. صحيح. ان انا اقول للناس اتعاملوا كويس مع بعض. فلو انا طورت الفكر الديني مع تطوير الفكر السلوكي، مع حاجه مهمه جدا في ظل انشاء هذا القانون، وطبعا بنشكر اللي بيفكروا في الاسره، بنشكر اللي بيفكر ازاي الاسره تفضل قائمه، ولكن لازم يكون عندي بشكل علمي حاجه اسمها قياس قبلي وقياس بعد. انا بعد ما اعمل القانون ده، قبل ما القانون هذا ينفذ، انا اشوف عندي كم حاله طلاق، وليكن 10. طيب بعد تنفيذ هذا القانون، الحالات المفترض انا عامل خطه خلال 5 سنوات المفترض تبقى حالتين. طيب وصلنا بعد 5 سنوات حالتين، اذا انا نجحت. طب فضلوا 10 او 8 او 12، اذا انا ما نجحتش. كل دي امور لازم تناقش بشكل علمي وبشكل مهني وبشكل صحيح. متفهم لسلوك الانسان. لبعض الفكر المتطرف السلفي اللي ظل سنوات طويله يقلل من شان المراه وشان الزوجه، ويعلي من شان الطرف الاخر حتى وان كان مخطئ، الدين اخذوه مظاهر، كل دي سلوكيات لازم تتغير. فلما تتغير، نعم، تبدا الاسره نرجع تاني في استقرار، نرجع تاني في صحيح تقليل نسب الطلاق والانفصال وغير ذلك. بشكرك دكتور رحاب العوضي، استاذ الاجتماع وعلم النفس السلوكي. يعني بمناسبه ان دكتور رحاب متخصصه في علم النفس والاجتماع، يعني اللجنه القائمه على اعداد قانون الاسره استعانت بمجموعه استشاريه منهم علماء الدين وعلماء الاجتماع وعلماء بالظبط. اهميه هذا ايه؟
مهم جدا، لان برضه ملامح المشروع بقانون على ضوء الاستعانه بهؤلاء العلماء، خاصه علماء علم الاجتماع والنفس ورجال الدين، سواء من اساتذه الشريعه الاسلاميه من كليه الحقوق وعلى راسهم فضيله المفتي. بالطبع هنا عندما نتحدث عن كيفيه الزواج، وعندما يتقدم الزوجين الى القاضي في محكمه الاسره، هناك طبيبين موجودين في التشكيل مع القاضي للكشف على الزوجين، سواء نفسيا او من خلال طبيب بشري. وهذا الموضوع له الاهميه بمكان في تغطيه اهم المشكلات تتعرض لها الزواج من خلال المأذون، والذي ياتي بشهادتين من مستشفيتين حكومتين لم يوقعا على الزوجين من الاساس، تقول هذه الشهاده انهم خاليان من اي امراض نفسيه او خلاف. وبالتالي على خلاف الحقيقه تحدث المشكلات بعد الزواج ويتم الطلاق وغيره. الامر الثاني، وبالتالي عندما تستعين القاضي بطبيبين، احدهما نفسي والاخر ايضا طبيب عام، بالنسبه لهذه المساله لها الاهميه بمكان في تقليل عدد الزواج من شخوص مرضى، سواء من الزوجين، زوج او الزوجه، سواء امراض نفسيه او امراض باطنيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، وده ما كانش موجود قبل كده، مش يعني موجود، ما كانش مقنن، ما وكانت في ناس كتير بتقع في مشاكل الحقيقه، طبعا بيكتشف بعد الزواج ان في عيوب، مشاكل طبيه موجوده ما كانتش ظاهره، في مساومات وفي دور فدعاوى تطليق امام المحاكم وغيرها، وقد ياتون او يتخلف عن ذلك ابناء، وبالتالي تحدث المشكلات. وبالتالي هذا له الاهميه بمكان في هذا المشروع. ايضا في مساله الطلاق أمام القاضي، إذا أراد الزوجة أن تطلب التطليق، وإذا أراد الزوج أيضا أن يطلب التطليق، يتقدم إلى المحكمة، فالمحكمة في هذه الحالة تقوم بالتعامل معهم والتحدث معهم، وتمهلهم مرة شهر ثم مرة ثانية شهر آخر، من خلال مكتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يحاولون أكثر من مرة إثناؤهم على هذا الطلاق، سواء الزوج أو الزوج. هذا مستحدث أيضا في هذا المشروع بقانون لم يكن موجود من قبل، وهذا يحد البداية عندما يعرض الزواج على القاضي في وجود الطبيبين، يحد من كثير من الزواج الذي ثبت فشله فيما بعد. وأيضا الوقوف أمام القاضي قبل الطلاق من الزوجين وإعمال هذا الأثر من خلال مفاهيمهم مشاكل الطلاق وما ينتج عنها والأبناء، ويمهلهم شهر وشهرين، أيضا هيحد من مسألة هذا الطلاق التي تعج بها محاكم مصر كلها. طيب، وزير العدل المستشار عمر مروان كشف عن وجود موافقة مكتوبة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء بشأن توثيق الطلاق. نعم. أهمية توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية. أولا أثبته الواقع العام يا أحمد بيه، يعني إحنا بنتكلم ممكن يبقى في مسألة خلافية، ممكن يبقى فيها مسألة خلافية، ولكن لما أقول الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، المفتي جمهورية مصر العربية وافق على هذا التوثيق لهذا الطلاق، وبالتالي هو إذن لا يخالف الشريعة الإسلامية. وبالتالي كان البعض يتحدث أنه في طلاق بالنسبة شفهة، عندما يقول للزوج لزوجته أنت طالق، ما لم يكن مكره لم يكن غضبان، وهنا برضو أي مسائل خلافية. أو الطلاق الثلاثي، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، برضو كانت فيها مسألة خلافية. وبالتالي ثم يعود ويراجعها، وهل هذا الطلاق رجعي أم طلاق باين بينونة صغرى أم باين بينونة كبرى، مسائل خلافية. وبالتالي كثرت أو من يقوم بتطليق زوجته عن طريق الواتساب أو رسالة أو خطاب أو خلافه، لا يعني دي مسائل أثبت فيها الواقع العملي يعني مسائل هزلية كثيرة جدا. وللأسف أن في شيوخ بيشرعوا ده يا دكتور، يعني بيجيزوا الطلاق عبر السوشيال ميديا، وبيجيزوا أيضا الزواج عبر السوشيال ميديا. نعم. يعني في مواقع فيها فتيات مسلمات من دول إسلامية وتعارف مع شباب، ويتم الزواج عن طريق هذه المواقع والطلاق أيضا. أيوة. يعني واحد من بلد يتجوز واحدة من بلد أخرى عن طريق هذا الموقع. نعم. وده كده للأسف ان في شيوخ بيقننوا هذا الزواج وبيعتبروه امام شهود على السوشيال ميديا وزواج قائم يعني. ولذلك انا بقول ان اللي بدأ بهذه المبادرة كان رئيس عبد الفتاح السيسي من عدة سنوات بالمناسبة. تمام. يعني مش حديث جديد يعني. وطبعا قدام الرئيس كل هذه المشكلات حضرتك بتكلم عنها، وخوفه على المجتمع والأسرة المصرية كأمن قومي من البداية، عمل هذه المبادرة. لكن بعد موافقة الأزهر الشريف المكتوبة ودار الإفتاء على هذا الموضوع، إذن هو متفق مع الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. يعني النصوص طبعا قطعات الدلالة مفيش كلام فيها بالنسبة للقرآن، يعني السنة
وعندنا القياس وعندنا الاستصحاب طبعا كل الامور دي كلها مسائل فقهيه لها اهل الذكر خاص الازهر الشريف ودار الافتاء المصري. وبالتالي اذا ما انتهى السيد وزير العدل كما تحدث اكثر من مره وقال ان انا اخذت موافقه مكتوبه من الازهر الشريف، اذا هذه تتفق مع الشريعه الاسلاميه ولا حديث بعد ذلك. وبالتالي الطلاق الشفوي لا يؤخذ به، ويجب ان يوثق لدى المأذون كطلاق غيابي أو أمام القاضي عندما تعرض عليه مسألة، قد يعاود نفسه مرة واثنين وثلاثة. حتى وهناك أزواج طلقوا زوجاتهم طلاقا غيابيا، طبعا لم يصل نتكلم عنها بعد كده إلى إليها هذا الطلاق، أو طلاق شفوي ويعيش معها وبالتالي تعيش في حرام. وبالتالي صحيح. أنهى هذا المشروع بالقانون كل هذه المسائل التي بها لغط صحيح. وفيها خلاف فقهي طيب. وانتهى إلى توثيق. وما يتعلق بقى باللي بنسمعه جواز العرفي، جواز المسيار، جواز المتعة يعني. وغير يعني لا 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 اللي كنا بنسمعه من أنواع الجوازات في دول أخرى يعني محللة ومشرعة من جانب بعض الشيوخ، وكانت للأسف بتهدد استقرار الحياة الزوجية. يعني الزوجة تفاجأ أن زوجها مسافر متجوز واحدة تانية في بلد تانية متعة وأن ده وهو واخد فتوى أن ده حلال، وللأسف مخبي على زوجته ده، وبعد ما بتكتشف الزوجة بيحصل الطلاق، ومصير الأبناء طبعا بيبقى تشريد. في تشريد وانفصال. يعني القانون قنن ده ازاي او عالج ده ازاي؟ اولا احنا ما عندناش في مصر زواج مسيار يعني على حد علمي، يعني ما عندناش زواج متعة في مصر على حد علمي ايضا، لان زواج المتعة ليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان نهى عنه تمام. لان كان اباحه للمسلمين في الحروب، وقال صلى الله عليه وسلم يعني قد ابحت لكم زواج المتعة والان نهيتكم عنه. كانت له اسباب مبررة ايام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ما عندناش زواج متعه ان الواحد يتجوز واحده لمده كام يوم يعني بمبلغ مالي، يعني ده طبعا حرام شرعا يعني. ثانيا الزواج المسيار لا مش موجود في مصر يعني، لكن هو طالما مش موجود في مصر مش هتكلم عنه، لان انا بعالج المشكلات اللي موجوده دلوقتي في مصر. زواج العرفي انتشر بشكل خطير جدا صحيح، ونقول ان القانون اعترف بيه يعني الزواج العرفي معترف بيه في مصر من خلال القوانين الحاليه اللي موجوده. لا تسمع عند الإنكار الدعاوى المترتبة، المادة 18 من قانون الأحوال الشخصية، لا تسمع عند الإنكار الدعاوى المترتبة على الزواج ما لم تكن بوثيقة رسمية. إذن تسمع دعوى الزوجية، وبالتالي تقيم الزوجة من خلال عقد الزواج العرفي دعوى الزواج على زوجها، وبالتالي يتم حالة الدعوة للتحقيق ويأتي شاهدي العقد، فإذا ما أثبت وشهد حكم لها بهذا الزواج وبالتالي تثبت الزواجية. وبالتالي أنا بقول هذا المشروع وملامح هذا المشروع بقانون عندما يتحدث أنه من يريد أن يتزوج الزوج والزوجة أن يعرضا على قاضي محكمة الأسرة بصحبته طبيبين، وبالتالي تم قيمة الزواج العرفي بقى غير معترف بكده. طيب الزواج العرفي السابق على هذا القانون بعد إنفاذه صحيح. من خلال ملامحه يتم وضع مدة معينة لتقنينه أي لتوثيقه لدى القاضي ومع الطبيبين، ثم يتم ما بعد هذا القانون وإنفاذه لا قيمة للزواج العرفي، وبالتالي سوف تخف بشكل كبير جدا هذه الدعاوى المرفوعة بالألاف برضو يعني صحيح. أو بعشرات الألاف أمام المحاكم، وبالتالي تم إثناء الناس عن هذا يعني الزواج. إذن معنى كلام حضرتك أنه قانون الأحوال الشخصية الجديد يعني يقنن حالات الزواج القادمة والسابقة أيضا فيما يتعلق بالزواج العرفي؟ لا السابقة فقط. السابقة فقط بنديله مهلة شهرين ثلاثة، بنقول له أنت متجوز عرف أو متجوز عرف، تيجي لقاضي الأسرة وتقنن هذا الزواج وتم توثيقه. وبالتالي بعد إنفاذ هذا القانون بندي إحنا المهلة، وبعد كده خلاص مش هعترف بعد تاريخ هذا القانون. يعني واحد اتجوز واحدة عرفية بعد هذا القانون، وليكن هذا القانون بعد شهرين هيصدر، يعني هنقول بعد 1/2/2023 لا يعترف بالزواج العرفي، ولكن ما قبل هذا القانون وصدور اللائحة التنفيذية سوف يتم وضع مهلة وإعطاء مهلة محددة للزوجين لتقنينه أمام القاضي في محكمة الأسرة، وبعد ذلك لا قيمة لهذا الزواج العرفي. وده انتشر بشكل كبير جدا طبعا في مجتمعنا المصري من عشرات السنين صحيح، وكان طبعا وأدى لمشكلات كثيرة جدا خاصة الإنجاب والأبناء ثم نقيم دعاوى إثبات النسب، ولا طبعا مسائل خطيرة جدا في النهاية بتصب في المجتمع المصري، وبالتالي بيشيل هذه المسائل كلها هم الأبناء. يعني إذا ما لن يستطيع اي زوجين هما يتحايلوا في هذه النقطه؟ لا مفيش تحايل بقى، ممكن تحايلوا في التواريخ، وطبعا في زواج قانوني ومشرع ومعلن او مفيش زواج. ولكن احنا بنتكلم في مساله ثانيه، تقول لك طب اللي متجوزين واللي اتجوزوا واللي مش هيسمعوا الكلام وخلفوا بقى
هنا صحيح. النقطة اللي أنا بتكلم إن المشروع بالقانون ياخد باله منها. طيب اتنين اتجوزوا من غير زواج عرف، ده في البعض كمان بيقول لك إن الكتابة شرط، مش ليست شرطا من شروط الزواج. مش شرط، وبالتالي كمان كان زمان يعني بنتكلم في الوضع الحالي اتجوزوا وخلفوا. إيه الحل؟ يبقى في الحالة دي لا، لازم يتلافاهم الشأن. طب والحق والأبناء؟ يبقى تقام فعلا، يسمح بإقامة دعوى أثبات النسب، فإذا ما ثبت ثبت الزواج. نعم تمام. الحقيقة موضوع يعني في حديث كثير ويقول وما زال مطروح للحوار المجتمعي، لكن للأسف وقتنا انتهى. يعني يمكن يكون لنا فرصة أخرى قادمة لاستكمال هذا النقاش. بشكرك دكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون المحكم ووزارة العدل. شكرا. مشاهدينا الكرام أشكركم على حسن المتابعة لهذه الحلقة من قضايا تشريعية. إلى اللقاء.